رمضان رمضان نور قلوبنا نور قلوبنا. موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم الطريقه للقمه. الحلقه هذه اتوقع رقم 17، اتوقع يا 16 يا 17، والله اني ناسي بالضبط. قبل ما ابدا مقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه كنتم مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات. اوكي، اي احد يشتري اغراض من روكت ليج اكستشينج او يشتري الايتم شوب بيحط كود في اس ال هنا او كود فيصل هنا ويرسل على الانستغرام، باذن الله بيدخل السحب. يعني يمكن تصير فاتورتك مجانيه، يعني يسترد لك مبلغ كامل. يمكن يعني اشخاص معينين، مو بكل الاشخاص. اللي يشتري يرسل على الانستغرام باذن الله راح يدخله في السحب. هذا كان عندي، واستمتع في المقطع وتابعوا للنهايه عشان في سؤال في النهايه يعني مبني على المقطع الجاي، يعني فاستمتعوا. نويز. اها يا نت. اها يا عيني، والله سجلت فيها انا. وات، والله لمسه غريبه من خوينا. لعيب بس ما ادري ايش اللمسه. لك تكفى الصملو. يا ساتر، والله صملت صمله يا ساتر، ما اعتمدت على خويي ابد. الله 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 الله، اعطاك يا خويي، تكفى. كلوز ون. والله بسم الله وعلى بركه الله. هذا يستاهل، اكتب لي تيك شوت، اكتب لي تيك شوت. تكفى صدمة. والله تلقف فيها. لا خذ لك هدف خايس. والله بجيب لي عيد، صدقوني ما لقيت لي الحين والله احد يعني مرة جامد. امشي. صح عليك يا اخوي، صح عليك. فجر، ايه فجر. انا شفت هذا ما مع عبوس، قلت بنقشها في الزاويه البعيده مره. والله خوينا ما مو قاعد يسوي شيء، فهذا الشيء اللي غابني والله. هي قاعد يلعب حاله. اي والله اللي واو. يا الله هاي القهر، والله اني احس بهدف يا اخي. وات جولك، والله لو تضيع عاد. يا ساتر بيجلطني يا عيال، بيجلطني كمية الجلطة اللي قاعد اشوفها. يا ساتر بيرفع. والله اني ابغى اصدم، ما ابغى اعطيه اسيست. جولك. ايه صدم، سوي اللي تبي، بس اهم شيء هدف. الحمد لله اني صدمت الثاني. نايس، بدا يسوي شيء. الحمد لله يا رب، الحمد لله. بلك امشي. الحمد لله اني بلكت. انا دورت لاني توقعت الثاني بيطقها، الثاني نط غبيه مثل ما تشوفون. هو اذا ارتفعنا بس من ديفجن 1 الى ديفجن 2 هذه انجاز، فما بالكم يعني الاشياء الباقيه. ليتني صادمة، ليتني صادمة. اوكي بنور خوية، يا عيني ناشت. يلا يلا فرفت فرفت، تكفى 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 فرفت. بسرعة يا واد، يجي يجي يجي. من 1-0 معصم خوية إلى 4-1. يجي ماشي، ما نطيح احنا تشامبيون 2 أهم شيء. خش تكفى. حلو. لا 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 لا، ما نلعب فري ستايل. الله يسعدك. أيوه أيوه حلو.
ها يا الكذب يا ساتر يا عمري قوي والله العظيم عندي طقة ما طق ما أدري شوت يو يا ساتر وي قلت لازم أشوت أشوت قوية يوم جاء خفت والله أوكي اخوينا ما ادري ايش كان يسوي والله يعني شوفوا شوفوا اللحظه هذه شوفوا انا راح اخذ بوست اليمين راح ياخذ بوست هناك وقف ما سوى شيء مالي مالي الله اخوينا افضل من كذا باذن الله حلو اوه يو 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 والله قلت بعدت قلت مستحيل اجيب هدف قلت خلني اطقها عشان اخوينا كمل الحمد لله جت الحمد لله اوكي حقد الولد هاي جربك تكفى وات والله العظيم ما توقعت انجر يعني انا جبت العيد اصلا فيها ما طقيت زي الناس نايس 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 ياي صدقوني انسحاب قوة فكات ذا الأقيام أقسم بالله يا ساتر من خوينا شيش بدون ما يتحرك والله جي جي راضي انسحبهم بعد 4-1 والله كانت النية دبل توب يا الله إلى متى إلى متى إلى متى الله لو إني موزنها بس شوت يمين الو قوم يا ساتر والله كلوز يا خوي شوالك نايس شوت هذا انقر من خويه هذا هو الراندوم يا تصيب يا تخيب الله كفو يا خوي الله عرفنا الجيم الاول اللي كان بالثوب اللي شفتوه يا ساتر يا ساتر ما اتوقع ان على طول يرفعون الرانك ما اتوقع دور البوست اي دور التصديم خير كلوز وان كلوز وش ذا طلع عندنا جيم تشامبيون ديفجن 2 باذن الله هذا عنده شوتات حلوه خوينا الله يهديه يعني والله فيك لي فوق كذا انا ما عندي بنجي يعني الشوت اللي قاعد تسويه هنا خطر على بنجي يو خوي تكفى والله على بالي انه وراي اوكي نايس شوت نايس شوت والله خوينا ديفنسيف الف مر 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 دافع دافع اوكي انا بهجم وبحاول اجيب اهداف يعني بعتمد على نفسي في الاهداف نايس والله الخمته والله الخمته بالطقه صراحه كنت انتظر الوقت اللي يهجم علي فيه زي كذا وجاء تكفى يا خوي نايس تكفى صد الثانيه وات سيف والله وات سيف انزل نايس والله نيد بوست والله والله نيد بوست وين على بالي الكره اوكي بيترك الكره بيروح افرض خوينا ينتبه لهذا الشيء بس نو بروبلم نو بروبلم اجربك انا صد الحين صد البوست ليس كل شيء طار معي طار معي طار معي لا 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 يا الله اوه ماي جاد رح رح بس رح والله العظيم ما ادري ايش اللاج شفت اللاج اللي صار خليكم من سالفه اني ضيعت اوكي انا ضيعت بس بعد الشوطه ما ادري ايش صار سياره كانها وقفت رح رح السلكان المشكله ما اضمن خويي الحين يعني الفرق واحد والله العظيم مشكله كذا برا اوه ماي جاد انا وخرت عن هذا قسم بالله اني مؤخر عن هذا عشان ما اصدمني شوف كيف ناوي يصدمني هذا والله العظيم اني قايل لكم ما اثق مع انها كانت سهل حلو حلو خوينا وراه مع اني نطيت ما ادري شلون جت
اوه يا قلبي اوه. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ايش قاعد يصير يا ناس؟ ايش قاعد يصير؟ معي بوست معي بوست معي بوست. يا ساتر. اها اوكي. نايس شوت. والله يا انا ما ادري شلون ما صدها. والله العظيم صدق ما ادري شلون ما صدها. شوف كيف. وي. صدمت الثاني تكفى. وصلت مرة ثانية ما في نايس شوت. وات. حلو يا خوي. نايس. شغل. اقسم بالله ان اصعب شيء تسويه انك تلعب ضد ذولي راندوم متعب بشكل. لما فزنا نلعب جيم اخير يعني صورنا بشاي صورنا بقهوه من طول التصوير خلاص نبغى ديفجن 2 ما نبغى شيء ثاني. يا ساتر يا خوي ايش في؟ تكفى يا خوي تكفى يا خوي. اوه ساتر قبل ورايك ابو صالح. وات انا ما طقيت كوره في وات وش ذا اللي قاعد يصير؟ والله العظيم ما ادري ايش قاعد يصير. انا صدمت خوي خوي صدمني. اخي انا ما ادري ايش اسوي. والله ما ادري ايش اسوي. نو بروبلم نو بروبلم. يوه الله كانت قريبة يا أخي حرام. لا ليش 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 الحركة هذه؟ جيجي. أبغى بس مقطع اليوم إن شاء الله مقطع عجبكم. الأمانة ما قدرت أعد الرانك هذا. بحاول إني المقطع الجاي أكون بادي بديفجن 2. هذا كمقطع اليوم. لا تنسوا كود الأيتم شوب اللي يبغى يشتري أغراض. رأيكم المقطع الجاي يكون لامبورجيني ولا لا؟ نشوف كم بقي لها. ما أدري متى بتروح بس اكتبوا لي تحت في الكومنتات هل تبون نلعب باللامبورجيني أشتريها ولا لا؟ فإذا حد بيشتريها كود VSL وموقع كليك إكسشينج إذا تبغى تشتري كريدت أرخص من اللعبة. وهذا ترى الكفر ترى سعره $28 برا الروكت ليج. يعني في المواقع زي كذا سعره $28 هنا بل 400 كريدت. يعني لو رحت شريت من روكت ليج اكستشينج ورحت شريت من هنا راح يبقى عندك 600 كريدت وراح تشتريها بنص او اقل من نص السعر اللي هو $28. تقول لي تحت في الكومنتات هل اشتريهم ولا لا. يعطيكم العافيه اشوفكم على خير.